أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة اليوم بأبو ظبي مبادرة إمارات زايد الخير تجمعنا بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة. تتضمن المبادرة تقديم عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والمعرفية والفنية والوطنية والدينية خلال أيام شهر رمضان المبارك، بهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى موظفي المستشفى والمتعاملين معها والمرضى أيضا. وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمبادرة لتقديم برامج يمكنها تعريف الموظفين من الجنسيات المختلفة بالثقافة المزدهرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما نتج عنه مبادرة إمارات زايد الخير تجمعنا بكل ما تحتويه من تفاصيل وأنشطة، مؤكدا أن ذلك يدل على اهتمام كليفلاند كلينك بالتعريف بالجوانب الفريدة للبلد الذي يعيش ويعمل به الفرد ويستضيف موظفيه من كل العالم.